العامل الاخر هو الاقتصاديه والاجتماعيه والدفاع، لان حق وصول المعلومه لم يتقدم في تشريع الحكومه سابقا. العائد كله خاص بالاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وقع استقاله مختلف قليلا بس استقاله المعلومات. والفقره طبعا 1004 نصت انه في 15 تتعهد الجمهور يحترم الحريه. الشباب البحريني اللي جرى من اعتداء منصات تتويج الدجاج المحمد بن عيسى، وإضافة إلى ذلك لحد كبير لو قارنا بوقت الحالي راح يكون أكبر. وأيضا أرقام كل هذه الشخصية في خلال مقام